البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اماكم هانيه. نتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد معكم اليوم، نهار جديد اليوم. جيت نبارطاجي معكم واحد بعض الاشياء خديتهم، هكذا شي حويجات خديتهم وقلت علاش لا ما بارطاجيهمش معكم في هذا الفيديو، وعاد نشوف شنو غادي نديرو ابخي. المهم خليكم معايا نبارطاجي معكم شي حويجات خديتهم ليكم معايا. هنايا اول حاجه خديت هذا البنات، هذه ديال الشعر اللي كتصاوب الشعر داكشي. هذه البريمير، هذه لا مارك مزيانه خديتها كيف ما كتشوفوا. عندي الساشوا، عندي بابيليز، وعندي لا بلاكا ديال اللي كتخصني. دابا نشارك معكم صوب الشعر وتشوفوا النتيجه ديالها كيفاش. هذه فيها 1200 واط ديال البريمير ديالها، وهذا فيها هنايا الزيادة والنقصان وداكشي. المهم زوانة هي اللي كانت خاصني، مكانتش عندي خديتها. هادي بالنسبة للثمن ديالها خديتها بميتين وثلاثين درهم، مع 1600. وكاينين ديال 100 درهم، كاين ديال 80 درهم، فيهم لي مارك، ولكن أنا خديت البخوميييغ 1200 واط. صافي خديت شي حويجات، هادشي خديتهم من عندهم. المكياج خديت هادي، خديت واحد ديودورون، ماشي ديودورون، او دو بارفان، هاد دي اشانتيون. لا في اي بيل، ريحتا واعز واو. دي زاندي اصلا و عاود تخديتهم. كون عارفين حنايا اللي شفنا خصنا ناخدوها، عرفت واش عندي ديال لي بارفان لي ديودورون، ومع ذلك خديت هادي زوانو. لا يحكم معايا البنات، زوانو ريحتا. خديت هادي لافي ايبل، وعندو كوكو شانيل، وعندو كلشي جميع هذا اللي بغيتو كاين. وهادي سبراي ديال لوكور خديتها، عندي فرامبواز وعندي كوكو، وخديت هادي ديال الفاني حتى هي كتبقى في لوكور ريحتها. يا سلام صافي. وخديت بالنسبة لهذا البنات خديتها بعشرين درهم، هاد اشانتيون. وهادي خديتها بخمسة وعشرين درهم، هادي ديال لوكور، نعطيكم الأسمنة. وخديت هنا واحد الصباغة، هدا موف، الفوشيا، ما بين الموف و الغوز، لاكولوغ ديالو كتجي زوانة في الطفا. هادي بثمانية درهم، 160. صافي من هدا هادشي لي كاين. ومن عند هداك أشياء ديال خمسة درهم خديت الجلد، هادو هادو كناخدو منو من بين، ولقيتهم جابو هاد مو خمسة درهم لي كدانا، خديتلو هادو لي سيسات عارفين جابو السقاطة. صافي وخدينا، صافي وهنايا خدينا بابي كويزون، كويزون بابي كويزين، شتوش عليه. صافي وهدا تا هو ديال الحمام، شوكولا جلد. شنو خدينا؟ وعندما خمسة دام واحد طواسات هكذا الزيتون ولا الهيسة ولا دي زوانة عاد جابهم، ولا الزبدة كونفيتور. المهم متعددة الاستعمالات خداتها ماما، ماما مبلية بالممان عطيها عندها وفيما تخرج خصها. وهادو جوج تا هما ديال التلاجة، دير فيهم الزيتون ولا الهيسة ولا شي حاجة، كيجيو جوج تا هما في لي كولوغ. حنا خدينا بلو سيال على حساب ان اغلبية ديال المان فابلي. صافي وخداك الخل، كتبغي تعقم بيه هكدا الخضرة ولا شي حاجة شريناها. هذا التيد، التيد زوان، فيه ريحة زوانة، خدينا جوج. و هدا خلي الخوخ والباقوق وداك الشي. هادي هي الشاورما ندوها للعشا. المهم جميع المشتريات حدايا هنايا كنجبد كنجبد نوريكم السوسيس مطيشة الهيب. وهذا سانيكاوا نجربو نشوفو، قالك حدانا واحد المحل تيبيع هادشي ديال السبتة وديال اسبانيا وداك الشي، وقالك هذا زوين، قالك يتمشى. وهادي حنا ما فين كناخدو واحد لا مارك بلا ما نقولها هنايا، وقال لنا هذا كيتمشى فيه جوج ليتر ب 15 درهم. صافي وقال لي ديال الحم تيتمشى زوين، نشوفو شي حاجه زوينه. هاد
هادشي اللي كاين البنات، كانوا هادو هما المشايات ديال اليوم. المهم نوض دابا نجرب معكم هذيك لابغوس واش كتصاوب مزيان ولا لا. وهانتوما معايا اللي درتها في لا فيديو، اكيد غادي نبارطاجها معكم. خليكم معايا. المهم البنات هنا غادي نجربها قدامكم تشوفوا النتيجه كيفاش كتصاوب زوين. شوفوا كي صاوبات ليا، خليكم معايا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا غادي نجربها معكم هنايا تشوفوا النتيجه كيفاش كتصاوب. سنفاق شعر انا ماشي غادي نصاوب، غادي نجرب معكم تشوفوا. هانتوما هادي اوف وهادي اون، هادي شوية وهادي ميدل مويان وهادي مزيادة. عرفاش كتسخن؟ هنايا البنات دخلت لكم الصوت على لا فيديو لحقاش هاد لابغوس فيها شويه ديال الصداع، دونك باش نتفاداو ان لا فيديو يجي فيه شويه ديال الصداع وهادي دخلت لكم الصوت على لا فيديو. عرفتي البنات مع باقة جديدة كطلق هاديك الائحة ديال بحال ريحة الكاواتشو بحال هدا. المهم كاينة النتيجة كتصاوب زوين. هانتوما شفتو كتهبط الزغباش عامة مصاوبش. هانتوما والله شفتو كيفاش أنا مصابة ندوز عليه، كنت دوزت دوزت عليه بالصاصوات. Gidersen seflere dirdin göz yumdum yine de danışırdın hemşe yalanlar yad bir tek mene de senden sonra ele bir dertle yüz yüze geldim ben benim kimi göz yaşı tükesen arzundur sene de senden sonra ele bir dertle yüz yüze geldim ben benim kimi göz yaşı tükesen arzundur sene de. المهم البنات شفتو النتيجة كاينة المعنى. هانتوما شفتو الزغبة كتهبط مطلوقة ومصاوبة. دابا ماشي زعما عطاتو الخطر وصوبت وقديت وهذا، دوزت عليه بزاف حداكم شفتو. هانتوما الزغبة هابطة يعني زوينة كاينة المعنى. شفتو كيف كتهبط الزغبة. المهم هادي طوب ماشي فلوب لي بالنسبه لي عنده بالصحه وراحه اللي بغات تاخدها صراحه زوينه، ولكن تاخذ البريمير. اما كاين فيهم شويه مويان وكاين العيانه ديالها كدير 80 درهم ولا 100 درهم، اما هادي 1200 واط هي البريمير ديالها صراحه كاينه النتيجه. المهم يلاه خليكم معايا نكملوا لا فيديو ونشوفوا شنو ندير في هاد لا فيديو. المهم البنات خليكم معايا نكملوا لا فيديو مع بعضياتنا. دات شي حاجه وهذا كنبارطاجها معكم، ما دات شي حاجه غدا ان شاء الله نكمل معكم لا فيديو باش نسدو معكم. المهم نشوف شنو غادي ندير ابخي. يلا خليكم معايا. صافا البنات هنايا جينا غادي نصابو العشيوه. بالنسبه لهذيك الشاورما دات معايا شويه ديال الزيت، اصلا كيكون فيها العطيه وكتكون فيها القوام وكلشي كتكون هي هذيك مقاده ومصاوبه. صافي البنات وانا جيت نصل الخوخ والباقوق ندوم يبادو شويه. ايوا جات كاك دير ليا عصا، واحد العصا كنديرلو صراحه كيجي زوين. كنديرلو الدلاح وليمونه وشويه العنب، المهم فواكه كاملين اللي عندكم، وشويه الخوخ شويه ديال التفاح، المهم كندير واحد كوكتيل هي بالماء وشويه ديال السنيده. هنايا دات الخوخ ودات التفاح ودات العنب والدلاح كيف ما كتشوفوا. انا قطعت واحد شويه ديال الدسان دو في كونجيلاطور بعد العشاء، وغادا نصاوب الجاد العصير اللي بغا. ايوا انتما معايا.
المهم دات شويه ديال السنيده وغادا نزيد هي الماء تقريبا 6 ديال الماء. واخا انا زعمت ليه شويه الماء جا خفيف ولكن باش بعد عقد ولا زوان هو هذاك. صافي طحنت شويه بهذا الميكسور ولكن عصبني 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 كيبقى مع هاد البانيو ما غاقش بزاف كيبقى يتحوى ليا وانا نضف هاد الكاس عاد طحنت على خطا خطاي قولوا لي من الاول ديها. ايوا هادشي اللي كاين. المهم جا واحد العصير زواون جا خفيف وزوان في المذاق ديالو. نتمنىكم تجربوه وتخليو لي في التعليق كي جاكم بالماء اصلا صحي وزواناكم. عارفين العصير ديال الماء ما كاين ما احسن منه ماشي بحال الحليب داكشي كيتقل شويه. هادي هي المقله ديالنا ديال اليوم شويه السوسيس شويه لينيغات وديك الشاورما. هانتوما البنات هنايا جيت نهضر لكم شويه على هاد وان ستيب كيف ما كتشوفوا باش تعرفوا الفرق بين دو ايجين والميتاسيون. دو ايجين كيكون عندها هذا ديال الحديد هانتوما سمعوا شتوه هذا حديد. اما الميتاسيون كيكون عندها ديال بلاستيك ما كيكونش هذا حديد. وبالنسبه لهذا حتى هو في الدو ايجين دابا كنصور بيدو حدا الدو ايجين كيكون تيضو يعني يمكن لكم الضوار فين ما بغيتو. شتو اما فهاديك العاديه ما كيضوش يكون فيكسي. هذا هو الفرق بين هادي الدو ايجين والميتاسيون ديالها. هذا قال لي 300 درهم ما بقيت معاه بقيت معاه بقيت معاه تخلى لي ب 230 صافي. وكيجي معاه هذا الكتالوج ديالها باش تقاو عليها شويه وداك الشيء. المهم انا دابا في الصباح تفكرت انني ما هضرتش لكم على البارح دوزت معكم هكذا دغيا وصافي وما هضرتش لكم على. وبالنسبه وهنايا كاين 1200 واط شفتوها فيها 1200 واط والعادي يقال فيها شي 1000 واط والله ما نعرف. ايوا كيف ما كتشوفوا البنات هنا اليوم الثاني شرحت لكم هذيك المشطه وان ستيب هضرت لكم على المزايا ديالها وداك الشيء صراحه زوونه. هنا كيف ما كتشوفوا ماما دارت لنا واحد الطوا ديال الحوت لعطا صحيح شانه فاشات الخضار بطاطا ومطيشه وفلفله وخيزون ديالاج ودارت الشامله. الشامله باينه قصبه معدنوس والثومه والشاملات الحوت وداك الشيء جات صراحه واحد الطوا يا سلام سلم. هاد الايام عطانا الحوت طلع لينا اللحم والدجاج وداك الشفاص. المهم الحوت زوين وصحي. هنايا الحوته فلحاتها مزيان وكتعصات على الحامض وكتدخل مع الشامونه في هذوك اللعيبات اللي فلحات وغادي تحطها في الطاوه ساهله مهله ما كاين لا تعقيدات لا والو. غادي تدخلها للفران وفي نفس الوقت اكله صحيه ماشي بحال القلي والزيت وداك الشيء كتجي زوينه. كلينا تبارك الله وشاط الخير حوته قطه قطه شو حنايا يقلى الفطه. ايوا هذا مكان صافي. هنايا كانت الحوشه ديالنا طابش وغادي نقصو نتغداو نتوما بالصحوه حداكم. عفقنا بواحد الصلاه ديال بصله ومطيشه والمعدنوس وشويه البزار والملح والخل سلطه مغربيه عاديه. وكان هذا ولا فلا كان هذا البنات ولا فيديو ديال اليوم. نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم ولا يعجبكم ما تبخلوش عليه باللايكات لايكات 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 وبارطاج مع